أكد مدير إعلام الموارد المائية عامر جابري أن العواصف الرملية وتصاعد الأتربة ناجم عن قلة تساقط الأمطار وتأثر البلاد بالمنخفضات الجوية المتعاقبة والتي تستمر حتى استقرار الكتلة الهوائية، مشيرا إلى أن العراق من ضمن البلدان الخمسة التي تأثرت بالتغيرات المناخية. فيما يخص العواصف الترابيه، تصاعد الغبار والعواصف الترابيه التي تاثر بها البلاد هو نتيجه المنخفضات الجويه التي توقع قسم التنبؤ الجوي بان الشهر الخامس دائما هو التقلبات الجويه، بدايه المنخفضات الجويه التي تاثر على البلاد. هذا قبل يومين او ثلاثه تاثرنا بالمنخفض الثاني مره ثانيه، المنخفض الجوي اللي كان قادم من شمال افريقيا من الصحراء الكبرى والذي اثر على البلاد، ولدينا كان تقرير سابق من قسم التنبؤ الجوي الجوية بأن البلاد سوف تأثر بالمنخفض، خاصة ظهر يوم الأربعاء تأثرنا بهذا المنخفض، خاصة المناطق الجنوبية منها محافظة الناصرية وعندنا السماوة ومحافظة النجف، ثم كان تقريرنا يشير إلى أن المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية سوف تتأثر مساء الأربعاء بتلك المنخفضات أيضا، ومن ضمنها العاصمة بغداد، قد تأثر العراق العاصمة بغداد عفوا مساء الأربعاء بالتصاعد الغبار والعواصف الترابية التي أدت إلى فقدان الرؤية خاصة في الطرق الخارجية. العراق مقبل على حالات من تصاعد الغبار والعواصف الترابية نتيجة العوامل اللي تم ذكرها، نتيجة التصحر، نتيجة جرف الأراضي الزراعية، نتيجة الحزام الأخضر، نتيجة الغطاء النباتي، نتيجة جفاف الأنهر. ساعدنا بالسماوة جفاف بحيرة الساوة، بحيرة الرزازة في كربلاء، بعض الأنهر في محافظة ديالى مقطوع عنها المياه، أكيد هذا راح تؤدي إلى هشاشة الأرض. وعندما تكون هشة الأرض، ليش احنا ذكرنا بأن العراق من ضمن الخمس دول المعرضة للتغيرات المناخية نتيجة هشاشة الأرض، يعني أي سرعة للرياح تساعد على تصاعد الغبار والعواصف الترابية، لذلك نفتقد احنا إلى المصدات مثل الحزام الأخضر. لذلك فاحنا نقول يعني نتوقع، ولكن لا نستطيع أن نحدد الأيام مثل ما تم تحديده بأخبار كاذبة بين 300 و360 يوم.